مش واقفين عند محافظات بعينها، ولكن مع نهاية سنة 24 احنا ان شاء الله ننتهي ب20 مشروع يضافوا في محافظات زي أسيوط وقنا وسوهاج والغربية وجنوب سيناء. رايحين ايضا في سنة 25-26 في اكتر من 53 منشأة صحية ننتهي فيهم من 26 محافظة. وخطة العمل اللي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب الموقر وتم مناقشة الوزراء في البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة، كل دي خدمات صحية سواء في القطاع العلاجي او قطاع وحدات الرعاية الاساسية وتطويرها او قطاع الميكنة او تطوير والتوسع في مجال الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية. وطبعا ما ننساش دور مهم جدا لقطاع السكان وتنمية الأسرة في قضية السكانية، لأن احنا معنيين قوي كمان في الفترة القادمة باقتحام هذه القضية بالإضافة إلى زمايلنا في كل الوزارات.